اهلا بحضراتكم كل مشاهدينا الكرام من جديد، كل متابعينا لبرنامج الاهلي ليله واولى فقراتنا الحواريه. فقره حواريه مميزه جدا تتواكب مع الاحداث بعد قليل، مباراه المنتخب المصري مع نظيره النيجر في مباراه قويه جدا واول ظهور رسمي للمدير الفني المكسيكي والجهاز الفني الجديد في مباراه مهمه جدا. عشان كده معانا واحد من النجوم الكبار نتكلم عن المباراه والتشكيل والتفاصيل، كابتننا الكبير الكابتن اسامه عرابي. مشرفنا ومنورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بك يا ايهاب، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. بركة يا كابتن، كله تمام؟ الحمد لله. الله يخليك. مباراه مهمه وزخم كبير جدا، في وسط هذا الزخم الجماهير بتعزف عن حضور المباراه، جماهير عازفه خالص عن الحضور، الاعداد قليله جدا، التذاكر اللي اتباعت ما تعدتش 4000 تذكره، الباقي دعاوي ما يكملوش 8-10000 في الملعب، المطبوع 40000 تذكره. هل عند حضرتك تفسير؟ طبعا احداث كتيره حصلت الفتره اللي فاتت اثناء كاس العالم وبعديها خلت الجماهير طبعا تعزف النهارده شويه او تعزف عن الحضور بكثافه. احداث حصلت في قلنا في كاس العالم زي بعض المشاكل اللي حصلت من النواحي الاداريه خلت المنتخب بعيد عن التركيز شويه، النتائج اللي حصلت طبعا كانت نتائج سلبيه جدا، يعني الناس كانت شويه ماتش اورجواي قالت ان المنتخب ادى بشكل كويس فكان عندهم امل، وبعد كده المستوى يا كابتن المنتخب اللي بيأدي امام منتخب اورجواي وعلى مدار 90 دقيقه يبقى حارس المرمى هو بطل المباراه وما عندناش ضربه ركنيه واحده، يبقى ادينا بشكل ولا اتخدعنا في هذا الاداء؟ لا اتخدعنا نسبيا، لانه قبلها المنتخب الروسي كان كسبان المنتخب السعودي 5، واحنا بنلعب المنتخب المفروض انه مصنف رقم واحد في المجموعه، يعني كفايه الاسمين الكبار كفايه كافاني وسواريز، يعني اتنين راسين حربه تقال جدا، فكان في تخوف كبير، فكنا احنا وصلنا للدقيقه 89 والنتيجه او 90 والنتيجه كانت تعادل وهم كسبوا في اخر دقيقه، فده يمكن ادى انطباع للناس ان الاداء معقول، ولكن زي ما انت قلت هو الشكل العام الاداء كان سلبي. يعني انت هم ليهم بتاع 5-6 هجمات خطيرين جدا، فرص محققه لسواريز والكافاني، ويمكن انت ليك تألق طبعا من الشناوي كان ممتاز طبعا في الماتش ده تحديدا وفي البطوله كلها. انت في المقابل ما كانش ليك فرص حقيقيه، ولكن احنا بنقول نسبيا كبدايه المشوار الى حد ما كان الاداء في جزء من اللقاء كان مرضي بالنسبه للناس، ولكن المشكله الكبيره حصلت في ماتش المنتخب الروسي. انت انهارت جدا في الشوط الثاني، في بدايته في اول تلت ساعه من الشوط الثاني 3 اهداف سريعه جدا وكان ممكن الحصيله تزيد، والماتش خلص 3-1، وكانت المشكله الكبيره قوي ماتش المنتخب السعودي، لانه مع احترامنا الكامل للمنتخب السعودي عندهم كره جيده جدا وعندهم لعيبه كبار، ولكن برضو كانوا بيمروا بمشاكل في البطوله نفسها، تغيير المنتخب وخبرات اللعيبه مش كبيره وخسارتهم من المنتخب الروسي 5، فكل المؤشرات كانت بتقول ان احنا هنعمل ماتش كبير وهنكسب، وكل المصريين كانوا متوقعين هذا. اولا هم ما عندهمش خبرات اللعيبه اللي عندنا، ما عندهمش لعيبه محترفين في الخارج، يعني انت عندك الارسنال وليفربول وحجازي في الدوري الانجليزي ورمضان وتريزيجيه في الدوري التركي، محترفين وشايف ان وهم كانوا بيجددوا كمان، يعني هم مش في فترات المنتخب السعودي كان قوي فيها جدا، يعني فترات راح كاس العالم كان قوي جدا، احلال وتجديد برضه في تغييرات في المنتخب السعودي. في ظل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده وفي ظل مواجهات وخطه وتشكيل وطريقه لعب كوبر بيلعب بيها، اجير النهارده في اول مباراه مع استعراضنا للتشكيل، هل هيلعب بأنهي طريقه؟ هل صعب يحفظ اللعيبه ولا لا؟ هاخد اجابه حضرتك ولكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونعود لنتواصل في الاهلي الليله. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. قبل الفاصل كنت بسال الكابتن اسامه عرابي،
أجيري في أول ظهور رسمي بعد طريقة هيكتور كوبر، هل هيغير من طريقته ولا هنشوف حاجة جديدة؟ وبالذات أنه أول مباراة، رغم أن الحديث عن منتخب النيجر أنه منتخب عادي، ولكن النهاردة ما فيش منتخب قوي منتخب ضعيف. يعني أجاوبك على السؤال ده بس أكمل الجزئية اللي عزوف الجماهير. بنتكلم عن ليه عزوف الجماهير. فلو قلت لك الأسباب، أنه الأداء اللي أديناه في كأس العالم وآخره كان المنتخب، المباراة منتخب السعودية كانت مفاجأة بالنسبة للشعب المصري. فالناس عندها حالة استياء من اللي حصل في كأس العالم، ده جزء من السبب. الحاجة التانية، الاتهامات المتبادلة اللي حصلت بعد رجوعنا من كأس العالم بين بعض الناس اللي في الاتحاد، أخيرا مشكلة محمد صلاح، ودي برضو عملت مشكلة كبيرة بين الجماهير. حتى دي رأيك فيها إيه؟ لا، هو الراجل بيتكلم بشكل احترافي جدا، والكلام اللي كان بيتقال وناس طلعت نفته انه في كاس العالم انه كانت الموضوع مش متسيطر عليه وفي مشاكل وبتاع، واضح جدا بعد الرجوع وكلام محمد صلاح. يعني هو كان بيتقال لا ان المعسكر منتظم والمعسكر، بس واضح انه كان في عدم، كان في مشاكل برضه. في واضح ان في حاجات مش مظبوطه. حتى محمد صلاح قال لك انا ما كنتش بعرف انزل اتصحم، عشان انزل اتعشى عشان الناس مش عارف. ما هو ده عدم تركيز وعدم انتظام. طبعا كان معظم كلامه قصد بيه معسكر القاهره، ان حضرتك عارف ان معسكر بره تحت اشراف فيفا، فبيبقى السيطره عليه اعلى شويه. ممكن بس يعني اللي اتقال بوجه عام ان في عدم تسايب، في تسايب شويه بالظبط. طبعا ده برضو عمل عملية احتقان بين الجماهير واتحاد الكورة، ما فيش شك في كده. ما هو دلوقتي المنتخب اللي بيدفع الثمن يا كابتن. ما هو صحيح، ما هو صحيح، ولكن اللي أنا عايز أقوله إيه، الجماهير برضو ما عزفتش عشان الموضوعين دول بس. يعني موضوع مشكلة محمد صلاح واللي حصل في كأس العالم، كمان إحساسهم بقوة المنافس. يعني أنت لو أنت في مجموعة مثلا ماتش ده مصيري، او يعني لو منتخب تونس الملعب كان مليان، كان هيبقى زحمه عن كده، هيبقى مليان عن كده. او كنت في موقف خطر، بس هو احساس الناس ان انت بتلعب مع تونس والنيجر وسوازيلاند، وكمان اتنين هيوصلوا. يعني قبل ما يجي محمد احمد كان الموضوع ان 16 فرقه وهيبقى اخد واحد اول بس، ورجعوا قالوا 24 فرقه، ف 24 فريق اللي هيروحوا، فكل اتنين من ال 12 مجموعه. فانت الفرصه بالنسبه لك انت وتونس يعني اصبحت شبه مؤكده. صحيح الكوره ما فيهاش، الكوره ما فيهاش. كلامك مظبوط، هو لازم تاخد حذرك ولازم يعني تأدب جديه، ولكن المنطق والحسابات واللعيبه المحترفين اللي في المنتخب المصري وخبره المنتخب المصري وايضا المنتخب التونسي بتقول انه الكفه الارجح بكتير هتبقى المنتخب المصري والمنتخب التونسي. حتى نتيجه النيجر في المباراه الاولى سلبيه على ملعبها مع سوازيلاند ومتعادلين، يعني حتى عشان نيجر او سوازيلاند تعمل مفاجاه لازم يكسبوا بعض، لكن كمان بيتعادلوا مع بعض، فدي هتعمل لهم مشكله ثانيه. فانا اتصور ان المنتخب المصري ان شاء الله النهارده المباراه هتبقى بالنسبه له، مش هنقول سهله ولكن في المتناول، يعني يقدر. نرجع لسؤالنا بقى، واجيري وبعد هيكتور كوبر اكيد اول مباراه يعني هيبقى فيها بعض الامور. هو اولا مستر كوبر طبعا بنشكره انه وصل المنتخب لكاس العالم ونهائي الامم الافريقيه، ولكن الناس كان عندها كلام كتير على طريقته الدفاعيه اللي هي بنسبه كبيره قوي بتلعب على هجمات مرتده بسيطه كمان، فكان في انتقاد على طريقه الاداء من تصريحات. احنا عايزين كل حاجه، عايزين اداء وطبعا هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي في الكوره. نمره واحد الناس بتروح عشان تستمتع وعشان تكسب تحقق نتيجه مرضيه، لكن الكلام ان انا العب وحش واكسب اوكي دي بتيجي في ظروف قليله، لكن مش الطبيعي ان انا مشوارك على طول، مش الطبيعي ان انا طول الوقت سنين كان لازم تدور وتدخل ما فيهوش الحلاوه. يعني يعني انت تفتكر 2010 او 2008 او 2006 دول بره السرب خالص، ال ال المنتخب كان بيأدي حلو قوي وكان في نتائج كمان. فالناس لا انت كنت بتقول يا كابتن احنا هنكسب كام النهارده؟ مظبوط، والاداء ممتع، ما فيش شك انه المكسب مهم جدا، وبالذات في الفرق اللي بتلعب على بطولات او في منافسات ده الاساس، ولكن الناس برضو عايزه تستمتع بكره القدم وبتحب الاداء الحلو، والاداء الحلو غالبا هو اللي بيجيب مكسب غالبا. طبعا يعني طبعا
طبعا. فهنقول انه المنتخب كان بيأدي وعمل نتائج، ولكن باستثناء كاس العالم، ولكن الاداء ما كانش مرضي بالنسبه للناس. فكلام مستر اجيري وهاني رمزي انه الاداء شكله هيختلف، وانه هيلعبوا بطريقه يعني شبه هجوميه، طبعا مع التحفظ الدفاعي ده طبيعي في وقت معين. بس اول معسكر وشهر من بعد التولي، هل الوقت كافي ولا لسه؟ لا يعني كتير. لسه كتير، لانه لسه اولا حصل تغيير في المنتخب اللي راجع من كاس العالم بقاله شهر ونص ولا حاجه بنسبه 50% في الاختيارات الاخيره. طبعا 12 واحد مشي، يعني عصام الحضري طبعا بحكم السن ده طبيعي، وهو اللي اعتزل وده طبيعي، ده طبيعي. في عبد الشافي، في احمد فتحي، في الونشي ما راحش، في شيكابالا، في كهربا، في عدد من العناصر الكبيره، سامو واوكا سام متعور، حوالي 12 لاعب بالظبط محطوطين في او كمان اضاف عليهم اثنين كمان اللي هو محمد محمود وصلاح محسن ومروان محسن بعد اصابه سامو كوك. فحوالي 14 لعيب داخل على المنتخب جديد. صحيح هو مش هيلاعب الناس دي كلها النهارده، ولما التشكيله اتقال واحنا كنا متوقعين كده نقول التشكيله كابتن كده ونعرج عليه. يعني لو قلنا في حراسه المرمى الشناوي وايمن اشرف، احمد حجازي، باهر المحمدي، احمد المحمدي، علي غزال، ومحمد النني، وطارق حامد، وتريزيجيه، وصلاح، ومروان محسن. مظبوط. انت هتلاقي اللي بره او الجديد على المنتخب هو باهر المحمدي، وباهر لعيب كويس وواعد وبيقدر يلعب مساك، وبيقدر يلعب لعب على حساب علي جبر. لعب على حساب علي جبر. انا بصراحه كنت متوقع علي جبر على اساس انه هو وحجازي اللي كانوا بيلعبوا على طول وخبره وكده، لكن وجهاز المنتخب شاف في التدريبات قال لك ان هو كان واقف على رجله اكتر وبيأدي اكتر. مظبوط، وجهات نظر طبعا. باهر لعيب كويس وواعد، وان شاء الله ربنا يوفقه. ايمن اشرف ما كانش بيبتدي كاساسي في الظهير الايسر، كان تبع عبد الشافي. ايمن اشرف لعب جزء بسيط. علي غزال طبعا لعب قبل كده، ولكن من فتره طويله ولسه راجع. كان بيلعب خط دفاع كابتن، يعني حتى هو قال انتوا ظلمتوني، لعبتوني في مركز غير مركزي مع كابتن شوقي. مظبوط، هو اصلا وسط ملعب وبيلعب مساك، زي ما كنا دلوقتي بنقول على باهر بيلعب مساك وظهير ايمن، بنقول على ايمن اشرف بيلعب ظهير ايسر ومساك. ففي لعيبه بتعرف تلعب في اكتر من مركز، فالنهارده هيلعب في مركزه. بقيه العناصر هم يعني محمدي طبعا كان بيلعب احمد فتحي، ودي برضو علامة استفهام انه احمد فتحي لم ينضم للمنتخب رغم انه مأدي الفترة اللي فاتت بشكل طبعا. انا بتكون سياسة للنزول بالاعمار السنية ولا ليها فلسفة تانية؟ بص، هو ممكن تكون دي وجهة النظر. النزول بالاعمار السنية ده شيء مهم، ولكن الطبيعي طالما واحد بيأدي بأقصى ما عنده وهو نمرة واحد في المكان ده ومحدش عارف يحط رجله لغايه دلوقتي، وهو بيأدي انا بلعبه لغايه اخر وقت لغايه ما احس ان سنه ده اثر عليه طبعا مثلاً. ما هو ده اللي انا اقصده. لو ده فكري ما هو ده اللي انا اقصده، ده الطبيعي، ده المنطقي. لكن ان انا مجرد ان انا اقول انا عايز انزل بالاعمار فانا اجيب الاكبر ومشيه، وممكن حتى اللي بيلعب مكانه يبقى اقل، انا بالنسبه لي مش منطقيه. الأولى متوسط الأعمار لفرقة قوية بيبقى حوالي 27 سنة. يعني أنت لو جبت المنتخب الفرنسي مثلا اللي هو خد كأس عالم عنده الخبرات مع الشباب، طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي. فأنا أصلا المنطق ده أنا عن نفسي ممكن ناس تانية تبقى مقتنعة بيه، بس أنا عن نفسي مش مقتنع بيه. أنا عن نفسي مش مقتنع بيه، طالما في واحد أفضل وبيأدي حتى الآن يلعب لغاية آخر وقت، إن شاء الله بعد 10 ماتشات بقى أقل أو 5 ماتشات بعد كده يجي الأفضل منه. دي وجهة نظر. فنعتبر طبعا محمدي قديم جديد، يعني ما يعني هو ما كانش بيلعب أساسي، ولكنه قديم طبعا وخبرة كابتن المنتخب وراجل له باع كبير في الدوري الإنجليزي. بقية العناصر هي يعني مروان محسن كان بيلعب، تريزيجيه، صلاح، النني، طارق، حجازي، الشناوي، دولت. يعني احنا لو اتكلمنا يعني تشكيلة النهاردة هنقول باهر المحمدي جديد اول مره، وعلي غزال. علي غزال على على يعني على التشكيله. وايمن اشرف كان اساسي بكليفت. دول لسهوله المباراه، او ان المنتخب اللي قدامك
او القدره الفنيه للمنافس تقدر تخليك تحط بعض التغيرات عشان المرحله المقبله؟ مظبوط. انا قلت لك ايه، انا من في البدايه لو المجموعه دي مش كده او المجموعه دي هياخدوا منها الاول بس، كان الوضع ممكن يختلف شويه في الاختيارات. ممكن كان يختلف شويه في مرحله، على الاقل في مرحله. لكن برضو الاحساس انك انت فرقتين في المجموعه يوصلوا وانت معاك النيجر وسوازيلاند، مدي مش هقول امان ولكن اطمئنان نسبي انك انت تقدر حتى لو ضفت عناصر جديده انك تقدر تحافظ على المكاسب اللي جايه. وبعد كده الماتشات الوديه والاستعداد اللي قبل الامم الافريقيه هيدي خبرات لبعض الناس اللي ما لعبتش كتير. ولكن يعني نتمنى ان الامور تمشي كده بالسهوله اللي احنا متوقعينها، او بال يعني الاطمئنان النسبي اللي احنا متوقعينه، الاريحيه اللي احنا فيها. ايوه مفروض ان شاء الله. يعني شيء جميل انه اضاف عناصر جديده في المنتخب، وفي فعلا عناصر كنقاد وكمحللين وكمدربين وجماهير كانت بتطالب بيها. يعني كتير طالبنا بمحمد حمدي الظهير الايسر انه ينضم قبل كاس العالم، كتير ناس قالت احمد جمعه، كتير ناس قالت عناصر اخرى زي حسين الشحات. ففي بعض العناصر انضمت كانت تستحق انها تنضم، ودي حاجه كويسه ان هم برضو يعني ادوا تجديد فرص الدماء في التوقيت ده مطلوب، ادوا فرص. ولكن انا بس كان تحفظ بتاعي قلت لك اللي هو كان قادر زي احمد فتحي وكان ممكن يستمر، هي دي بس اللي بالنسبه لي مستغربه. نيجي بعد العناصر الاخرى اللي هي يمكن اجاوب بس على السؤال الاول بتاع جيري هيلعب. طبعا انا قلت لك هيحاول حتى في الشكل اللي هو عامله هيحاول يعمل اختلاف شويه، ولكن يعني برضه كابتن هو الزم نفسه بتصريحات قويه مبكرا. طريقه اللعب هتتغير، الاداء هيبقى كويس. هل دي تصريحات ممكن اقولها للشو سريعه وما كانش يجب انها تقال دلوقتي، ولا لازم هذه التصريحات في البدايه؟ لا هو لازم يقول كده لانه هو عارف، وعارف عن طريق اعضاء الاتحاد او الجهاز المعاون بتاعه ان الناس ما كانتش راضيه الفتره اللي فاتت عن شكل الاداء او النتائج اللي حصلت في كاس العالم. فلازم هيقول بعض التصريحات اللي بتدي امل كده، امل روح. ايوه وامل للمنتخب ده مش وحش، ولكن ما يبقاش مبالغ فيها. لانه اصل عندك احتكاك باستعداد قليل. ما هو خلي بالك انا قلت لك تاني انه احساس بان النيجر مش تونس المتناول. مش نيجيريا. مش الكاميرون، مش غانا، مش السنغال. كان الموضوع هيبقى مختلف شويه. ده احساس يعني موجود، مفيش شك. الاحساس ده اكيد يا كابتن، ودي نقطه مهمه قوي اللي حضرتك اثرتها لي، الاحساس ده اكيد موجود عند اللاعبين. واللاعب المصري لما بيحس المنافس اللي قدامه اداؤه متواضع فنيا، الماتش بيتقل، الاستعراض بيزيد، الفرص كتير بتضيع، التركيز بيقل. هل دي النقطه دي برضو عند الجهاز الفني عشان يعني يفوق لعيبته؟ اكيد هيبقوا واخدين بالهم منها، اكيد يعني هيدوسوا عليها في الكلام وفي التدريبات وكده، ان لازم ناخد الامور بجديه. وانا اعتقد ان لعيبه المنتخب نفسها هتحاول تادي بكل جديه، لان هم عارفين ان الناس مش راضيه عن اللي حصل في كاس العالم. اكتر من العزوف الجماهيري، مفيش حد في الملعب. لا هم كمان احساسهم، هم مش لعيبه قليلين، ده لعيبه فيهم لعبوا في او بيلعبوا في انديه كبيره جدا سواء في الخارج او في داخل مصر. هم عارفين ان الجماهير ما كانتش راضيه خالص عن الاداء في كاس العالم والنتائج السلبيه اللي حصلت. فانا اعتقد انه هيحاولوا يبذلوا اقصى جهد النهارده، وان شاء الله المكسب بيبقى في متناول. لكن انا بتكلم على الشكل اللي هو لاعب بيه، هو بيقول انا هلعب 4-3-2-1 زي ما انا فهمت بواحد بس ديفندر من بعض التصريحات اللي طلعت على لسان هاني رمزي. بس الشكل النهارده ما بيقولش كده. ده الشكل النهارده بيقول 3 ديفندر. طب بالتشكيله دي يا كابتن ممكن اسمع من حضرتك لو 4-3-2-1 او لو 4 دي عمرها ما تيجي 4 دي عمرها ما تيجي 4-2-3-1 كده. قصدي عمرها ما تيجي 4-3-2-1. يعني لو ارتكاز واحد. اولا علي غزال لاعب ارتكاز، مش لاعب مهاجم. ف4-3 يعني معناها واحد واثنين حواليه عندهم قدرات
في التكملة الهجومية سواء من العمق أو من الأطراف، وبالذات في العمق وممكن من الأطراف. طارق حامد مش كده، والنني نسبي يعني نسبي عنده تكملة هجومية، لكن مش لعيب أطراف برضو يقدر يلعب على الطرف لما يطلع أو كده، هو بيلعب من العمق يعني ممكن يكمل ورا الفراودة عشان يسدد. فدي أقرب لأربعة اتنين تلاتة واحد. يعني يبقى علي غزال وطارق حامد اتنين ارتكاز والنني قدامهم. يبقى علي غزال وطارق حامد مع بعض. طارق حامد مع بعض يبقى 4-2. وبعدين 3 اللي هو صلاح والنني. صلاح وتريزيجيه والنني قدامهم مروان. ايوه، لانه 4-4-3-2-1 عايزه واحد بس ارتكاز واثنين حواليه شمال ويمين بيجيدوا التكمله انت واخد بالك انا اقصد ايه؟ والشكل العام طبعا ان منتخب النيجر مش تلعب بثلاث ديفندرات يعني. ايوه انا بتكلم يعني على التصريحات اللي اتقالت. ان احنا نلعب بواحد ارتكاز ويعني 4-3-2-1، فمعناه واحد ارتكاز واثنين حواليه، زي مثلا لما تقول ايه هلاعب واحد ثابت واثنين طايرين. ايوه هو او يعني واحد بيكملوا ويقدروا عندهم تمام بس العوده الاساس تاني. تمام، لكن دولت دلوقتي كده ما تقول علي غزال وطارق حامد والنني يعني الثلاثة. يعني احنا ممكن نقول مثلا اللي هو مثلا يقصد ان طارق حامد اللي يكون ثابت مثلا وعلي غزال والنني طايرين مش 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 طبيعي تلعبه. مش بتاعت غزال، مش بتاع يعني النني نسبي بس مش بتاعت غزال. هو ده اللي انا بقوله. وحتى النني ما بيعتبرش لاعب جنب شويه يعني، في لعيبه اطراف يعني بمعنى ايه اطراف في النص يعني، زي مين؟ زي انا عايز اجيب حد اسلام محارب مثلا او اوباما في الزمالك. ممكن يلعب واحد ويبقى هو مثلا اللي هاف الشمال او اليمين، او وليد سليمان يعني يلعب هاف الشمال او يمين ويبقى واحد ارتكاز وهو بيكمل ويرجع تاني بيدافع. تمام، لكن النني وغزال وطارق حامد اقرب لعيبه الوسط المدافعين ثلاثه. فانا عشان كده بقول ان هو كده الشكل ده بيقول 4-2-2-3-1 يعني، بس النني هو اللي هيبقى متقدم شويه عن طريق حامد وغزال. ولا هل ممكن 4-2-3-1 لو قلنا ان هيعتمد على زي ما حضرتك قلت علي غزال وطارق حامد تحت ويبقى النني مع تريزيجيه وصلاح هو ده اقرب لكده؟ ده الاقرب باللعيبه اللي في الملعب العناصر دي. الا لو هو عنده رؤيه في لاعب في طريقه ادائه يبان بقى في تشكيله الملعب. جميل، بس اللي احنا شفناه من طارق حامد واللي شفناه من غزال لعيبه حافظينها يعني، دي لعيبه احنا شايفينها كتير. اللي احنا شفناه من غزال واللي شفناه من طارق حامد دول مش لعيبه وسط مهاجمين، لعيبه وسط ارتكاز يكملوا يعني زي حسام عاشور كده. تمام، لكن لا مثلا انا اقول يعني في ناس بتلعب اطراف زي ما انت قلت وليد اسلام محارب ميدو جابر، في لعيبه كتير بتلعب على النص الملعب الاطراف، فهي دي بس النقطه. فاحنا عايزين نشوف الطريقه دي ممكن النهارده عشان مع النيجر مش هتحسها قوي. لكن لو انت بتلعب مثلا مع منتخب زي النيجر زي نيجيريا زي تونس زي بتاع هتحس بيها قوي ان الثلاثه دول اقرب للارتكاز. يعني باستثناء تكمله تبقى انت عندك حارس هيدوا لك ده، والنني بقى يعمل حته اللي هي الوسط تبقى لايق. أيوة، على الوسط. النني بيعرف يهاجم من العمق يعني، بيعرف يطلع من العمق يعملك زياده عدديه في النص كده في العمق في حدود. يعني في حدود العمق انه بيسدد كويس. ان ممكن يعمل كره فيها بينيه، لكن دي مش عند طارق حامد وعلي غزال، دي مش عند طارق حامد وعلي بس. فهو احنا هنشوف الشكل النهارده بالظبط هو اللي عايز يلعب بيه ايه، لكن طبعا ده بتتالي الماتشات يعني هيبان ب مين يلعب المهاجمين يا كابتن في التشكيل ده؟ يعني إيه؟ مين يسند ويلعب المهاجمين؟ ما هو هيعتمد على النني في الموضوع ده، على النني لانه يعني مع صلاح بيبقى واخد طرف وبعدين يلعب في العمق، تريزيجيه بيبقى واخد طرف وبعدين بيخش للعمق كويس. يعني هل ومروان محسن قدام هو اصل السؤال ده عشان اسالك السؤال الثاني، هل النني هيبقى هو البلاي ميكر كده بصراحه بتاع المنتخب في هذا التوقيت؟ هل عنده القدره يلعب بالبلاي ميكر صريح؟ لا طبعا مش هتبقى بنسبه، هو وضعه كده خططيا في هذا ما هي كده. ما انا قلت لك طارق حامد وعلي غزال، انا بقول لك هو من قبل الماتش بيبتدي لا مش عندهم، مش بتاعتهم، مش حكايه زي ما انت قلت لك اهو. انا جبت لك مثال بحسام عاشور، انت هتقول لحسام عاشور تعالى انت هتلعب
هاف شمال مثلا او هاف يمين، هو مش هاف شمال ولا هاف يمين بالظبط، هو وسط ارتكاز زي طارق حامد زي علي غزال. فهي واضح انه النني هو اللي هيبقى واخد الجزء اللي هو بتاع صناعه اللعب والتكمله يعني تحت الثلاث فراوده يعني دول. عنده رمضان صبحي، عنده حسين الشحات، عمرو، عنده مروان، ايوه عنده اللي هو اللعيب الواضح اللي هيدي لك الدور ده بسلاسه. وكم من الاجد يعني لو انت شايف انه النني مع طارق حامد ويتحط قدامهم واحد ثالث بعيدا عن علي غزال، او علي غزال يكون موجود على حساب حد وتحط واحد من اللي بيطيروا ويشتغلوا تفرق شويه، بس يبدو هو في دماغه في حاجه عايز. طبعا واكيد، واحنا يعني هنحترمه وراجل مدرب كبير ومسك منتخبات كبيره وهنشوف. احنا مش هنقدر، احنا بنقول بس على واقع الورق اللي قدامنا، لكن احنا هنشوف مع الماتشات هتبان مع اداء اللعب ومع الماتشات يعني، عشان ما نظلموش احنا برضو. حتى مثلا نتكلم على واحد زي محمد صادق مثلا بتاع الاسماعيلي، محمد صادق عنده اللي انا بقوله لك ده، يلعب يقدر يلعب هاف على الطرف، حتى هو في الاسماعيلي بيعمله كده ساعات، يلعب هاف على الطرف وساعات يلعب ارتكاز ويكمل يعني، ساعات بيلعب لسه عايز خبرات طبعا. لا انا عارف، انا بقول لك طريقه لعب، انا بتكلم على طريقه اللعب يعني. انا بتكلم على طريقه اللعب. ف في عناصر طبعا انضمت كويس للمنتخب قلنا عشان بعض التجديد، ولكن طبيعه الحال كل واحد بيبقى من وجهه نظره عنده لعيبه شايف ان هو ممكن يخش يعني. انا مستغرب مثلا واحد زي مجدي قفشه ما يخش، من افضل لعيبه في الدوري الفتره اللي فاتت. واحد زي طبعا قلت لك احمد فتحي، السوليه، الونش من الزمالك، محمود الوليد سليمان، محمود الونش سردباك بتاع الزمالك هايل، وكان منتخب في كاس العالم وصغير، لو هو تجديد ما هو صغير ده منتخب اولمبي اصلا. ففي بعض عبد الله بكري سردباك بتاع بريمز، لعيب ممتاز كويس طبعا، لعيب ممتاز، سردباك هيبقى من احسن سردباكات في مصر. ففي عناصر احنا من وجهه نظرنا بنقولها، لكن مستر اجيري وكابتن هاني والعناصر كلها الكباتن اللي موجودين عندهم رؤيه، فطبعا لازم نديهم الفرصه. الكابتن بيشوف وياخد ما انا بقول لك، لان برضه في لعيب لما هتديله ولسه جديد اداؤه مع المنتخب قد يكون مختلف، قد يكون يعني الحمل ده تقيل عليه شويه، فالظاهر هنشوف الفتره الجايه اكتر من لاعب. لا ما انا قلت لك انه لازم هم اللي سايقين وهم اللي بيقرروا وهم اللي ياخدوا الفرصه، بس انا بقول لك انه بعض العناصر من وجهه نظرنا احنا انه كانت ممكن تستحق ان هي تدخل برضه، لانه حصل تغيير كبير، بس ده بيدي امل لبقيه الناس يعني. في حوالي بقول لك 12 عنصر تقريبا دخل يعني، محمد حمدي وكان يستحق، محمد هاني، محمد هاني، باهر المحمدي، باهر المحمدي، محمد صادق، بالظبط، اسلام جابر على فكره لعيب كويس قوي بتاع الداخليه، اللي هو حسين الشحات، ما فيش حسين الشحات طبعا مميز، صلاح محسن كان لازم يخش قبل كاس العالم، كنا كلنا بننادي بكده وجات له هو فرصه، محمد محمود على فكره بتاع دجله ديفندر كويس، لعيب كويس هيجي، بس زي ما قلت لك لازم هم ياخدوا الفرصه انه يعني يقول وجهه نظرهم، لان هم اللي بيقودوا دلوقتي، فلازم نحترم ده يعني. مباراه من وجهه نظري مباراه قويه مش سهله، انت اللي هتصعبها على نفسك وانت اللي هتسهلها على نفسك، في ظل المنافس اللي هو طبعا كل المؤشرات بتقول انه متواضع على المستوى، ولكن احنا واجهنا النيجر ثلاث مواجهات، اثنين رسمي وواحده ودي، كسبنا واحد رسمي وواحد ودي، والمعركه الشهيره في 10 اكتوبر 2010 ده ما خسرنا امامهم في النيجر بهدف، طبعا اقصونا عن التاهل للامم الافريقيه بعد ما كنا حاملين اللقب ثلاث بطولات، فالمفاجات مش وارده، فيجب طبعا تقدير المنافس بالشكل الامثل. طبعا مش معنى ان احنا بنقول تصنيفا انه النيجر بعيد وسوازيلاند بعيد عن المنتخب التونسي والمنتخب المصري انه ما يبقاش في حذر، لكن احنا بنتكلم واقع في التاريخ اللي فات كله، واضح في تصفيات الامم الافريقيه كلها، واضح في الوصول للامم الافريقيه، الوصول لكاس العالم، اللعيبه المحترفين، اللعيبه، الفرق كبير، الفرق كبير، لكن الحذر واجب يعني، الحذر يعني لازم يبقى موجود ولازم الامور تتاخد بجديه. فده طبعا اكيد الجهاز الفني واللعيبه نفسها، اللعيبه اللي بقى عندها خبرات كبيره جدا يعني اكيد هتهتم بده. محمد صلاح واحد من نجوم الكره العالميه مش نجوم المنتخب المصري بس، من المفارقات ان القيمه السوقيه ونمسك الخشب لمحمد صلاح
هي 150 يورو. القيمة التسويقية ل 11 لاعب في منتخب النيجر 2 مليون يورو، وده يعني ان محمد صلاح 75 ضعف قيمة المنتخب النيجر. ولكن يعني لازم نحترم. بقول ده ليه؟ لان محمد صلاح عليه ضغوط الفترة اللي فاتت، قد يعني يفسر البعض ظهوره في الدوري الانجليزي بالشكل المتراجع احيانا، او ان عليه ضغوط وكان في مشكلة بينه وبين الاتحاد، اتحلت المشاكل شكليا، ولكن ظهوره النهارده هل ممكن يكون متاثر؟ هل هو لعيب محترف بالشكل الكبير اللي يقدر يظهر بشكل كبير؟ هل برضو ان المباراه امام منافس مش قوي للشكل الكبير هتساعد محمد برضو يظهر بشكل كويس وينسى مشاكله مع اتحاد الكوره؟ اولا محمد صلاح نجم الكره العربيه والعالميه دلوقتي، بقى واحد من الثلاث اربع لعيبه اللي في العالم اللي الناس بتتكلم عليهم. هو كل الكلام اللي اتكلم فيه هو عنده حق فيه، يعني لو هو ما عندوش حق فيه يمكن كان في بعض الناس تفقد التعاطف معاه. لكن كل الناس حست، لان الناس كان عندها التساؤلات دي. يمكن هو لما اتكلم الموضوع ايه ظهر بقى بشكل واضح، يعني انه عايز انضباط اكتر، عايز يحافظ على وضعه كمان اللي وصل له وشكله طبعا وشكله اللي وصل له، ويدي وضع حلو للمنتخب المصري وقيمه كبيره استحقها لعيب المنتخب كلهم. وبعدين هو لما بيتكلم في الحاجات دي ان هو يقول لك انا عايز اعيش حياتي، ان انا انزل مع زمايلي في ساعه العشاء، او ننزل نقعد في اللوبي تحت في اي حته نتكلم. هو الراجل حاسس انه بينزل بيتلم عليه الناس بطريقه غير طبيعيه، ما فيش كنترول. فكل الكلام ده حقه طبيعي ان هو يتكلم فيه يعني. فهو محمد صلاح عنده من الخبره ان يقدر يتعامل في مباراه زي ديت حتى بالظروف اللي مرت الفتره اللي فاتت. محمد صلاح متزن يعني، ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحافظ عليه يعني. مش يعني عنده اتزان واضح جدا في طريقه كلامه، واضح جدا في اسلوبه في اللعب، واضح جدا في كل المواقف اللي اتعامل فيها. فاعتقد انه بالنسبه له النهارده فبالنسبه له النهارده الموضوع يعني مش هيبقى مؤثر قوي، وقلقان ومرعوب انه يعني لا 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 حصلت يعني الفتره يعني اللي بدت، مش حته الان، لكن حته الضغوط. هو متحمل طبعا في قدراته، هو متحمل حاجات كتيره، لانه حتى الناس ابتدت تقول ده منتخب محمد صلاح. هو جميل انه يبقى عندنا نجم عالمي، وانه احنا نعتمد عليه، ولكن ايضا لابد ان المنتخب يبقى ليه هويه حتى في عدم وجود محمد صلاح. ودي كانت مشكله مستر كوبر الفتره اللي فاتت قبل في كاس العالم وقبليها، لما محمد صلاح بيغيب او يتصاب انا بحس الناس محتاره. يعني بحس ان لعيبه المنتخب مفيش الشخصيه اللي تقدر تحط تشيل المكان. احنا وصلنا المفهوم حتى للعيبه ان احنا ممكن من غير محمد صلاح مش هنعرف نكسب. محمد صلاح نجم كبير جدا، وطبعا قيمه كلنا بنعتز بيها، ولكن لابد ان المنتخب يكون ليه شخصيه حتى في عدم وجود محمد صلاح. وحاجه وانت لعيب كره هتحسها يا كابتن، انا كنت مع المنتخب في روسيا بعد تعادل المنتخب يعني مع اوروجواي في المباراه الافتتاحيه، لعيبه المنتخب كده وهم طالعين تعادلنا من غير صلاح اهو بيهزروا، بيقولوها بهزار، هم بيقولوها بهزار بس طبعا في الميكس زون هم خارجين بس بيقولوها لنا احنا كصحفيين يعني بيهزروا كده بس بيرموا معنا. طبعا ما هو انا مهما كنت يعني في ضربة جزاء لمحمد صلاح في اول دقيقتين اهي، يعني اول دقيقتين خلاص اهو المباراه، اول دقيقتين ما شاء الله وضربه صلاح اهو، هو اللي هيشوط ان شاء الله، ربنا يوفقه ويجي. لا ما مهما كان اللعيب او ان انت عندك نجم بهذا الحجم، اللعيبه الثانيه عندها قيمه برضه وحاسه بنفسها. يعني انت حتى المنتخب الارجنتيني مثلا بميسي، او منتخب البرتغال بكريستيانو، اكيد هيجي لهم هذا الاحساس ان احنا نقدر حتى من غير ميسي نكسب. نقدر نكسب من غير كريستيانو بالنسبه للمنتخب البرتغالي. اهدر محمد صلاح هو ده السؤال عادي عادي، بس ده السؤال اللي انا كنت بقوله لك تحديدا. الضغط اللي عليه، ضغوط عليه كتيره جدا مهما كان، لازم يغطى اي ضربه بتصد من من من, من اي نجم. ولكن كويس النهارده في المباراه زي دي تقدر تعوض، رغم ان هذه الضربه والصده هتدي طاقه ايجابيه للمنافس. ما فيش شك هتدي طاقه ايجابيه للمنافس، ولكن مش عايزين نضخم المواضيع، بمعنى انه ده بيحصل في العالم كله.
ما فيش لعيب مميز في العالم في ضربات الجزاء مهما كانت نجوميته ما أضاعش. ميسي أضاع، كريستيانو أضاع، قبل كده رونالدو، مارادونا أضاع طبعا، مفيش زيكو، كل لعيبة بلاتيني لو تفتكر كاس العالم حط كرة بعيدة عن العارضة مثلا بمسافة بتاع 7-8 ياردة فوق العارضة، اللي هو بيحط الفاول من خارج ال 18 يعني بلاتيني كان من أشهر اللعيبة اللي بتحط الضربات الثابتة خارج ال 18، فبالك ضربة الجزاء حطها فوق العارضة يمكن ب 4-5 متر يعني في كاس العالم. ولا زي كاس العالم اجيري بيدي اجيري بيدي تعليمات دلوقتي لعلي غزال انه في حاله الهجوم علينا ينزل بين الاثنين المساكين كده زي ميلنر كده مع ليفربول، ينزل كده في القلب شويه. ما هو ده اللي انا اقوله لك دلوقتي يعني غير ما اتفرج حاجات اهي غير ما اتفرج علي غزال دي طبيعته. طيب طارق حامد بطبيعته اللي انت عارفها يقدر يقوم بالشق الهجومي في طرف من الاطراف؟ ما يعرفهاش. مش تقليلا طارق حامد مميز جدا، لكن ما مش بتاع طارق حامد. طارق حامد لازم يبقى في العمق، يعني طارق حامد لازم يبقى في العمق بين المدافعين، ده اسلوبه ومش هيعرف يلعب غير كده. هسيبك تتابع المباراه واكيد هشكرك، بس هنطلع تقرير لحد عزيز عليك عيد ميلاده النهارده عشان برضه اخد تعليقك عليه. تقرير لنجم كبير من نجوم النادي الاهلي، كلنا بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن مصر يا نجم يا كبير. جول ربيع ياسين، برافو ربيع، جول عكسية وممكن جول، ممكن جول ربيع ياسين، ربيع ياسين وبيمشي لمبة، هو جول ربيع ياسين، بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي. وادي مجدي وتعدي نجح ربيع ياسين مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني في حجز مكانه خاصة في قلوب جماهير كرة القدم في مصر بشكل عام والجماهير للنادي الأهلي بشكل خاص، ليس فقط لأنه كان من أفضل من لعبوا في الجبهة اليسرى، ولكن أيضا لأخلاقه العالية التي زادت من مكانته لدى الجميع. ولد ربيع ياسين أو الفهد الأسمر يوم 7 من سبتمبر عام 1960 بمحافظة بني سويف. بدأ مسيرته الكروية كلاعب إلى النادي الأهلي مباشرة عام 80، لم يلعب لأي ناد في مصر سوى الأهلي حتى اعتزل اللعبة عام 92، هو ما جعل له مكانة خاصة. وبيمشي سامبا، هو جول ربيع ياسين، بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي. مسيرة ربيع ياسين كلاعب مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني كانت رائعة، وأيضا كمدرب حيث خاض 118 مباراة دولية مع المنتخب الوطني بجانب 300 مباراة مع النادي الأهلي، فاز بلقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات وتحديدا أعوام 84 87 88. عكسية وممكن جول، ممكن جول ربيع ياسين، ربيع ياسين. وبالنسبة لإنجازاته مع المنتخب الوطني فقد فاز الفهد الأسمر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86، كما شارك في 3 نسخ أخرى أعوام 84 88 92، شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 90، بالإضافة إلى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 84. خلال تواجده مع جيل العظماء بالنادي الأهلي حقق العديد والعديد من الألقاب المحلية والقارية، حيث فاز ب5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا و7 ألقاب للدوري العام و5 بطولات لكأس مصر. وادي مجدي وتعدي مجدي، ربيع ياسين جوه الجول، جوه الجول، ربيع طاير من فرح، ربيع ياسين. بعد اعتزال ربيع ياسين كرة القدم لم يفقد بريقه أو تأثيره، حيث نجح في كتابة تاريخ لنفسه كمدير فني بعدما فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية كمدرب مع منتخب الشباب عام 2013، هي البطولة التي جعلته يشارك في كأس العالم للشباب
كأحد أبرز المدربين الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية ويشارك في المونديال كلاعب ومدرب. ربيع ياسين الفهد الأسمر. مش احنا اللي بنقول ده التاريخ اللي بيكتب وبيقول، مش احنا اللي بنقول ان في نجم كبير جدا، نجم عربي ونجم افريقي ونجم مصري ونجم النادي الاهلي وسي في عالي جدا جدا يقارن باكبر اللعيبه على المستوى الدولي والعالمي، الكابتن ربيع ياسين اللي عيد ميلاده النهارده كابتن اسامه، وبنقول له كل سنه طيب. كل سنه طيب يا كابتن ربيع. لكن احنا بقى عايزين نقول له على الهوا كل سنه طيب. كابتن ربيع، كابتن مصر، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لك، كل عام وانت بخير دايما حبيبي منور، وبشكرك طبعا وبشكر قناه النادي الاهلي ومتشكرين جدا، وسامع طبعا رامي اللي مع حضرتك. كابتن اسامه بيقول لك كل سنه طيب يا كابتن ربيع. كل عام وانت حبيبي ومتشكرين. متشكرين وسامع على فريق كبير طبعا في النادي الاهلي طبعا كلكم كباتن كبار يا كابتن. ولكن احنا بننتهز الفرصه نقول لك كل سنه وانت طيب في بيتك النادي الاهلي، تاريخك سابق عنك هو اللي بيتكلم، أهدافك، جولاتك، مشاركاتك، نجاحك كلاعب وكمدرب، تاريخ كبير جدا ونجم من نجوم كأس العالم اللي شرفت منتخب بلدك وشرفت نفسك وأدائك مع النادي الأهلي، فتاريخ كبير جدا وحافل وأنت نجم فوق العادة، ولازم نقول لك كل سنة وحضرتك طيب وربنا يديلك طول العمر. الله يخليك أستاذ، أنا بتشرف إن أنا كنت لعيب في يوم الأمس مع النادي الأهلي، الكيان الكبير اللي أنا بحبه وأعشقه، وتخلي بالك معظم وقت فيه انا بكلمك، انا في النادي الاهلي دلوقتي بتفرج على مباراه مصر والنيجر، ده نادي يعني بحب، انا ما اعرفش اقعد غير في النادي الاهلي، بيتي وبعدين النادي الاهلي، ففضل كبير بفضل الله سبحانه ثم النادي الاهلي اللي احنا بننتمي ليه، كيان كبير جدا محترم، كباتن كبار اتعلمنا منهم، اجيال بتوصل اجيال، اجيال محترمه بتسجل تاريخ، كل جيل بيجي بيسجل تاريخ للكيان الكبير اللي بينتمي ليه، كيان كبير بنحبه ونحترمه ودايما بنحافظ على هيبته وبنحافظ على اسمه، فاحنا اسره واحده كبيره، انا اتشرف ان انا واحد من الاجيال الكثيره اللي مثلت النادي الاهلي، وكنت عند حسن الظن وقدرت ان انا يعني اشارك بفضل الله في بطولات واشارك في مجد نادي كبير، انا بتشرف ان انتمي ليه، ويا رب دايما دايما المقدمه دايما ودايما نشوف الكيان احسن كيان في الدنيا باذن الله تعالى. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، واحد من اللي كتبوا اسمهم بميه الذهب في تاريخ النادي الاهلي، كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه وانت بخير. شكرا لك استاذ، شكرا جدا والف شكرا. شكرا لحضرتك. ربيع ده قصه يمكن هو مش يقدر يتكلم عن نفسه، بس انا عاصرته من سنه 82 لغايه لما سنه 92 كنا بنلعب في خط واحد، يعني انا باك شمال وهو باك شمال. وطبعا مع المنتخب في بعض الماتشات ومنها كاس العالم ماتش ايرلندا. ربيع من الناس المخلصين جدا اللي ادائهم عالي جدا، اللي كان محافظ على مستواه طول الوقت، يعني في ناس كتيره بتلعب ماتش ماتشين ثلاثه 10 في النادي الاهلي او منتخب او حاجه ما بتقدرش تكمل بنفس المستوى، هو على طول كان محافظ على مستواه، فهو طبعا نجم مميز وواحد من اللي عملوا تاريخ كبير لنفسه النادي الاهلي ومنتخب مصر زي ما انت قلت. يعني كابتن اسامة عربي نجمنا الكبير والخلوق ونجم النادي الاهلي والمنتخب المصري، اشكرك على وجودك معايا. شكرا استاذ ايهاب، وشكرا استاذ مشعل. شكرا لحضرتك. لسه الاهلي ليله مكمل معاك، ولسه عندنا مفاجآت كتير، وكمان عندنا نجم تاني برضو عايزين نقول له كل سنه طيب، نجم كبير جدا، لكن هسيب النجم الكبير جدا ده لزميلي محمد سعيد عشان اقول لكم مين هو النجم يا محمد اللي عايزين نقول له كل سنه وهو طيب. شكرا ليك يا زميلي العزيز ايهاب الخطيب، والشكر موصول للكابتن اسامه عرابي. بالطبع نجوم النادي الاهلي كثيرين، ونجم كبير جدا حقق العديد من الالقاب القاريه والمحليه، واطلق عليه العديد من الالقاب مثل الزئبق. كابتن محمد بركات برضه بنقول له كل سنه وانت طيب يا كوتا. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير في فقره ثانيه مهمه جدا النهارده في برنامج الاهلي الليله. محمد بركات
هو أحد أبرز نجوم الألفية الثانية في الكرة المصرية والإفريقية. من مواليد 7 سبتمبر 1976 ظهرت موهبته مبكرا في ناشئ نادي السكة الحديد، مما جعل مدربيه يضمونه للفريق الأول وهو ابن 16 ربيعا سنة 92. لولا الإصابة اللعينة بالساق للمع نجمه في سماء الكرة المصرية مبكرا. كاد بركات أن ينضم لصفوف النادي الأهلي نهاية التسعينيات، لكن القدر أخر انضمامه 6 سنوات كاملة لعب فيها للنادي الإسماعيلي 4 مواسم حقق فيها بطولتين في الدوري والكأس قبل أن ينتقل لأهلي جدة وليفوز معه بكأس الأمير فيصل وكأس البطولة العربية، وبعدها انتقل للعرب القطري. جاء صيف عام 2004 لتكون النقلة التاريخية في تاريخ محمد بركات مع النادي الأهلي، فبعد أن ظن الجميع أن ستارة النهاية لتاريخه الكروي جاء وقتها لتكرار إصاباته، أصر البرتغالي مانويل جوزي على ضمه للأهلي. كانت المفاجأة، انطلق بركات، توهج، حقق العديد من الألقاب والانتصارات مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز بركات مع النادي الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والإفريقية، ففاز بالدوري العام 7 مرات وبكأس مصر 2 مرات وبكأس السوبر المصري 6 مرات. على الصعيد الإفريقي فاز بركات مع النادي الأهلي 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومثلها لبطولة كأس السوبر الإفريقي. شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لعب مع الأهلي 243 مباراة سجل فيها 60 هدف. كما شارك مع منتخب مصر في عدة بطولات، توجها بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2006. على الصعيد الشخصي كان بركات أحد نجوم تشكيلة منتخب إفريقيا المشكلة بعد نهاية كأس أمم 2006، وفاز بأحسن لاعب إفريقي يلعب بالقارة عام 2005. في نفس العام فاز بلقب أحسن لاعب إفريقي في استفتاء محطة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وهو أول لاعب مصري يفوز بها.